طيب سيدي، إذا التشريع الزكاة، التشريع الصيام، وثم تشريع الجهاد، ذاك في بعض النظافات، زاد إخوانا، هذا بالك مش هو التشريع الجهاد، الجهاد تبدا الجهاد، التشريع من تشريعات الإسلام، وتسول وسكيسيس ويلي، تشريع الجهاد في البداية لم يشرع لأسباب لما نقص من هذه الأسباب أن المسلمين كانوا ضعافا فأمروا بالصبر الجميل أليس كذلك؟ مسّتهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب؟ وكان البأساء والضراء وزلزلوا، شوف الكلمة القرآنية كيف تتدرج في العمق وفي القوة، ماشي في الإنسان يساعد الصحابة، وبعدين هجرة الحبشة لسيدنا عليه الصلاة والسلام، فإن بها ذلك لا يظلم عنده أحد، وإذا أوقف رجولي إذا ستروح الحبشة سعيد السلطان والملك لا يظلم عنده أحد، خطر الشد الأدنى يحوج الإنسان تعرف الظلم ما إلا الدفكارة قالوا الفضل ليش الحد الأدنى وهو الذي يجب أن يكون في بين المسلمين جميعا الحد الأدنى المشترك بين الناس جميعا هو منع الظلم يكفي هذا ما يلزم يرثي هذه الفوايد ما قالوا استخدمار الفضل ما يخدم سيدي هذا كان يخير ورزم يرثي الخير ونخبر الفضل أمين ورزم يرثي الحق ودي قرار كذب وتسكر مفهودي الصور ورزبيرك بسم الله والسلام لذلك المسألة الهجرة الحبيبة الحالية الهجرة الحبشة الهجرة الأولى الهجرة الثانية وبعد الهجرة مكة المدينة تصير أبري في المدينة شريعة الجهاد ولكن كي تكلموا على شريعة الجهاد أول في الإسلام بعد ما اشتد بغي المشركين على المسلمين أن يعبر في سلم الفضل القرآن أقريك سلام رب سبحانه أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلم رب سبحانه كان واقع بأنهم ظلم وإن الله على نصرهم لقدير في الآية ما شاء الله في آية في سورة الحج الآية الإسلام تسمي سورة الحج الآية 39 الآية 39 من سورة الحج أذن معنى ربي سبحانه يفكر الأوتوريزاسيون يفكر إذن ينسلم باش أتجهدن في سبيل الله أي ربي المقاتل في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدون سبحان الله ثاني الآية عجيبة أولا ربي سبحانه الأمر يفكر إن يقاتلوا في سبيل الله صافي ماشي في سبيل الدنيا خطر الحروب التي عرفها الانسان في التاريخ الانساني هي حروب ماشي في سبيل الله للطغيان من اجل تركيع الناس من اجل الاستيلاء على مقدرات الشعوب ذي المستعمر شحال تقول في عبد الله وهذه الصدفة باش هذيك الخير ينس هذيك البترول ينس الحروب اللي يظهرون سيد الوليد سؤالي وراه يحرم الشيخ سيد الهرمي هذا التعديل خلاص ذي البترول ذي المعادن ذي الاراضي يعني تساوي وثاني الاذلال لاذلال الانسان لانه الانسان لا معنى له في زمن كثر فيه الحديث عن حقوق الإنسان اللي دروا لهم يصير فن اللي دروا لهم ولكن إيش بيعرف يدروا يا أخي والله يشوف بنات نورمال ما كاين خويلة ذي مسلم ذي يهودي ذي مسيحي ما كاين خويلة ستة متر الماء بنات من حقه يحيى أن يعيش لذلك ربي سبحانه وتعالى من قتل نفسا ودينا مسلمة نفس
خاطر النبي صلى الله عليه وسلم كلكم لآدم وآدم من تراب. يغش الدين بابا ثم آدم سوى كان. إذا الحروب اللي معروفة في التاريخ الإنساني هي حروب عدوانية، هي حروب من أجل مقاصد مادية، من أجل تركيع الشعوب، من أجل إذلالها، من أجل، ولكن ربي نادى وقاتلوا في سبيل الله، سورة البقرة الآية 190. إذا جهد في سبيل الله، في سبيل هذه ثلاثة أقسام سواء. أولا مثلا في سبيل الله نعتها بس العدل بس الرحمة بس دغر الآية النظر الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، الذين آمنوا والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. ثقيل ثلثة سورة وسيشفى سورة النساء 76 أي 76 صافي. الذين آمنوا ثم ربي خدم تمييز ياس وقال لهم الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله يوضح ربي، والذين كفروا قال إيه يقاتلون في سبيل الطاغوت الآية 76 من سورة النساء. وقفة ما ردي نظر في سبيل الله، في سبيل هذه المعنى يسيء المرض يوضح ربي فقط، مش على جاب الكترون، مش على جاب الذهب، مش على جاب الفضة، وزيد في سبيل الله يسعد معنى النظر حماية للدين للعقيدة. ربي شناب الرسول إلى قدر الدين يحفظ، ممكن أغط قبل حين حفظ الدين مقصد أساس، كلية أساس، مصلحة ضرورية أولى. صحيح حماية الدين يوم ربي باش الدين ذيبت أذي عليه الشمس زين إلى المقصد في سبيله أو لكي في سبيل تصمع النساء أنه وإلى قال الدعاة إلى الله أدفن عقبات زوب ستاكي تخرج سلحي ومن هذا الحرور تغنى العقبات صافي في سبيل الله. لذلك لبعثة الرسالة في الرسائل بعثها الملوك والذني والزعماء أسلم تسلم يعطيك الله أجرك مرتين، أسلم تسلم. ودائما زي سنذكرها في اللقاءات القادمة إن شاء الله تعالى، دائما المجاهدين وقادة الجهاد في التاريخ الإسلامي المشرق دائما أصيغ الدعوة لا إله إلا الله رسول الله فلان الحوار فلان كذا وكذا إلى آخره، ما يدعوا ليش ومنعوا التبليغ ذينا هذه الجهاد. أي أمر آخر ربي نادى في أواخر سورة البقرة بعد آية الكرسي أشهد أن لا إله إلا الله سبحانه، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى صنعا، قبلها لا إكراه في الدين، بعد آية الكرسي مباشرة لا إكراه في الدين. أنا عامل يخشى وثيقة المدينة، وثيقة المدينة لا كونستيتيسيون يخدم النبي صلى الله عليه وسلم الزرع ديال البلود اللي بغيت نشرح بلود أدى اليهود هذيك القضية ماشي أوريجين ولا الإسلام براحتك لكم دينكم ولي دين على طول قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون كل هو دينيس عادي ولكن ماشي دينيس حازيف وهذه روح هذه السفر السلم الدين السلم نغوري تسجل الإسلام باش نديرو سمدانا خاطر الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إلى قضية الدين إلى الجميع. لذا في معادلة مهمة إذا كنت الآية تقول لا إكراه في لا إكراه في الدين كمن قد تبين الرشد من الغي يعني لا إكراه في الدين وصل قراري ون ذا يهودي بالصفة وليس زين ذا قبل روينا نغل في شبال
السفريون الذي تكسدي لا إكراه في الدين وبالكفور مخالفة لا إكراه في الخروج من الدين لا إكراه معتها وإذا قال السفن إنسل ذاس الدين ربما يكون مناقشة زيادة أكثر هذا ما يقولش نقدرش الموضوع لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فصملها وذاك سورة النساء ربي هو الذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت أولا لماذا لم يقل القرآن الطاغية الطاغية صح صحيحة في اللغة أنتم طاغيتون ولكن القرآن كان الطاغوت أنت في كوان سنزور تسمى الطاغوت هو الطاغوت بدل الطاغية مش مرغب مشروع ولكن طاغوت قال لك صعب اللغة كان قاعدة حلوة إن هي الزيادة في المبنى تؤدي إلى الزيادة في المعنى لكن قرص استعداد معنى أكثر طاغوت شوي تبرأ الفم لذلك هو الذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت معنى ما سوى الله فهو طاغوت ما سوى الله فهو طاغوت وهذا المعنى تأكد في قول تعالى سورة البقرة فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله لذلك في الإسلام الكفر بالطاغوت مقدم على الإيمان بالله تحقيقا لصحة الإسلام ولصفائه ونقائه بشكل يسدي مليح الكفر مقدم على الإيمان فهم الآية الإنسان يكفر بالطاغوت أبري يعني بالله وتسجد معنى لا إله إلا الله يخلي كل قال لا إله وكي نفي إلا الله إثبات صافي بلغة الرياضيات لا إله تساوي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله تساوي إلا الله نفي وإثبات النتيجة فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصال لها زيد بعد نظر ذاك اسميسا في سبيل هذه إلا ذا اتزان أدب الجهاد النبي صلى الله عليه وسلم يخدم وصايا لقادة الجهاد ما روح نحن جهدا سيدي الأغزو بسم الله في سبيل الله وبعدين نأتيك أسم لا تقدر ولا تمثل ولا تقدر وليدة يعني أتصل الوصايا فبجوا أصدقاء نفرح ما الجهاد في سبيل في سبيل الله مش في سبيل الله وطبعا الأدب في سبيل الله في حد ذاتها مصدر قوة لو كان مرض الجهاد الجزائري مثلا ضد فرنسا المعتدية لو كان مش الجهاد تفرط القرن 32 سنة صافي عاش بس الحال الجزائر الفرنسية وصار بعد مرور 100 سنة على استعمار أو استثمار فرنسا الجزائر الاحتفال العالمي يخدم اسمي عبد الانسياك انسياك مش عشر سنين انسياك عاش الغشي مثل الغشي ارمد خلفت ولكن خسرت المقاومات خطر في روح الجهاد مقاومة الفاطمة السوبر مقاومة أبو بغداد مقاومة البخاري مقاومة المقاومة ثانية دير بسم الله بسم الله خدم حاجة كبيرة خدم المقاومات معناتها روح الجهاد مازال في الله في الله روح الجهاد والخصية لها في الله هذا من جهة من جهة أخرى أن الإنسان كي يدخل في الجهاد مع روحة وترخيصة في سبيل الله بدليل رب سبحانه وتعالى كتب عليكم القتال وعفر لكم حاول أشوف الله في مكان كريم قال فراجع العيشة كده يا رب ولي العيشة عم كم الدم ولكن كل شيء ما بقاش في سبيل الله كتب عليكم القتال وهو لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون افكار
اختبر بالميزان. وبعدين إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتل في سبيل الله إلى آخر الآية، أليس كذلك؟ وبعدين أخذ في الشهداء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله تجرا، ماشي قتلوا في سبيل الطاغوت في سبيل لا لا في سبيل الله أمواتا بل أحياء بل مضار بل أحياء عند ربهم يرزقون. بعدين فرحين فرحين بما أتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحان الله غريب ذكرت في جنرال فرنسي الجملة الصفحة تقريبا 64 65 شو بيكتب؟ فضلها مع الستينات يعني مع الاستقلال مع سبب الاستقلال سنوات الاستقلال شو بيكتب فيه؟ إنك الله أكبر بعد ثلاثة أيام إيش كنتي؟ سبحان الله اسمك أنت أنت ذكيت طاليا الله أكبر إنك ملك الجزائر روح للجنة وبعد الله أكبر إنك ما تستفيد أصلا لا توكل تعتيب هذا قال الله أكبر معناه سيربي دي تسوي الطاقة الصغار بين وإذا قدوني ودير مصري 20 سنة غادي إلا قد حزن تطلب مختلف سعيد وقلنا ستين في غرفين ده شو يعني خطر ذهب بلغ الجزائريين أكثر جزائريين باللي ربي مات فرحا الشهداء فرحا في الجنة ولي في الجنة صفحة وتحزن غارة ويموت لنا برسك يموت كذلك يموت في سبيل الله. لذلك اسمنا الشهيد كل من الله تطور الله الجزائري أنا خبير تسميات صفاتي أول ما دوين السبب لي ما نستنصى السبب خيكا السبب لي روحي أبجاهد مجاهد ما يموت الشهيد يعني ولي موت باس نخبر لك تسميس وكذا كلمة السر يضحك المجاهدين يخاد الوالي عمر الخطاب إلى آخره وحكى ربك شو غادي تقولوش شو غادي يحكي الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم بالخير في الشوار بي يثبت مش تنظر فما شمس عاد إنه يستحقه في سبيل في سبيل محاضرة على حسن ليس وقت هذا سبعت إنه يسقط وقال لي يسوف على راس وليش يتحق وليش لا السلاح جدا ولا الفرنسي والله الله ولا البيبريكا كل شيء بيبري إنه يتسيك سليل أسقار وقال لي يسمى لا لفرنسا ماذا غير القرآن سيد شرح القرآن وحجول تاع القرآن إن كان مية فكرة دبا إن كان سيو نعم يعني فكرة تشاس تسي أنا كنت سيو كده القرآن كيف أنا سمعت سنة عمرز إن كان هذا الشيء قبل الثورة يوعد الشيء الجنة لا تصدق إلى قرن ظالمة ويا رب مثل رسالة سنة الجنة تلك ربي مثلت الله يبارك مثل مخطبي لك الشهيد الشيخ الله يرحمه الله يكون بخير إنك ذاكي يفدلك كل يوم إنك نغس يغربي تسيس عن قوة طيب دفن أحد كيس القوة الشيخ إنك ذاكي صار بأربعة نصر الشعر خطف ربي نصر ربي جدا يا ربي بدي كذا نصر عنه ذاك هذا جنرالات هذا الكولونيال هذا الكولونيال إذا جاء نصر الله إلا تنصره فقد نصره الله إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم وما النصر إلا من عند الله النصر النصر النفيس أستغفر يشد ربي الرأس ولكن هذا لا يمنع من اتخاذ الإسلام لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في جهاده وكان يأمر قادة الجهاد سيقول أغزو بسم الله في سبيل الله ولا تقدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا في رواية أخرى ولا تقتلوا امرأة في رواية أخرى ولا تقتلوا كاهنا ولا تقطعوا شجرة مدرسة كبيرة يجمع في الخير كيف توصي؟ سي قرب هات الحرب روح طاقة على طاقة لا لا خاطئ إنا ياس ورخدت الغدر وما تنثلوش تحت الغنيون ما تنتجش الجثين سقطت سعد الكرامين ولا تذكرنا بني ادم ونقترب الذنب وسجل الحروب نتائج الحروب مجازر البشريه في ستة خلاص يا رب ستة عشر
وتنسى الغاز وتنسى الحرب وتنسى الدبابات والنساء غير المقاتلات غير المقاتلات صافي في ذلك. ولكن اللي زاد جدا كان سيدنا مثياس ان يستقتل شخص واحد جريمه لا تغتفر، قتل شعب امين مساله فيها ما يمسكس ما يمثلون اثنين دونيس مدويه نورمال شغل خلق للموت وخلق البشر الانسان هذا اونكور اونكور هذا بلوف نورمال اليس كذلك؟ ميم في لانتيجا هو شي انسان بيسك بعض الفرق سبحان الله هذا كيما قلت هيروشيما هيروشيما 1945 شحال هذا السنه زاد وشكل معلومه مهمه الرئيس الامريكي جونسون اسمعوا هذا الفيليس من يخدم نظره اللي تتكلمش اي كل يوم يفضل يخدم نظره راي ليس غير ليس هذه خيار الباطل العام يختار الولود تاع شهور اسيلو الباب اسيلو ليس اسيلو استقل في الموت خلاها سي الحسين محمد الله يرحمه سافر بيرخ جميع الشهداء وجميع المسلمين يلبسوا بدل الاستقلال اسمه بوشرى بوشرى الفرح بوشرى بوشرى لنا اخي ولاد السعوديه تاع الخدمه اللي ما تزرعش رائعه خدمتها في المسلمين ما الا الفرح العقيده الدين سبي صوريا فرحت بوشرى لنا ان هناك كذا يا من كتب لا اقول وفيك قد ولد الرسول وكلنا يرجو القبول بشرى لنا بشرى لنا نسينا يا طيبة طيبة مع المدينة يا طيبة ماذا أقول وكل وفيك قد حل الرسول إجابة وفيك قد حل الرسول وكلنا يرجو الوصول بشرى لنا في غادي دير جونسون كي الرئيس الأمريكي اسمي غوسيو دو غاز كليس من داخل الدمار إلي يسمى فيكسي لاتات أسلمت أمريكا بهيروشيما مثل بومبا أتوميك شنو تختار ضبط أيضا نورمال واتس فيزيبل خاطر أسلمي أمريكا تخدم العجب لا بومبا أتوميك اللي تزرع شحال من بوتان وشحال من هلكات وشحال هلكات وشحال تلاوني إلى الحوامي إلى ستافيس شحال هلكات بنتي ولا برياس إلى آخره يظهر العجب الانسان نورمال شوف روح طغيان ماشي تشوف دير غلطه شوف ما استكمل حاجه اخرى نتسى يدبر نتا تدبر ثلاثه سكين خضر له الشعب اثم غاي صار له الشعب ذي مزوره ازاي لي تصل وجاب فل كل قشور كرمكم الله سيسي حضرني في مغاره ثاني شاب غريب مثال حضر إلى آخره، غير القصيدة طويلة جدا، نقرأ منها بعض الأبيات. يوصف لك فاكهة. وأنت تسني، وإذا باش تفرح أكثر، وباش تفرح أكثر. أنت تروح تسليف، ولكن دي أسني دي تروح تسليف، لا تغني، أشحال يروح تسلافي ولكن سي صيوان. أشحال يروح الأرواح سي صيوان، وثن. نعتمي للفضل. استخدم لا تكنولوجيا من اجل دمار الانسان الى اسمك اسم سلوسي كان خلق ثاني الى اسم جونسون اسم سلوسي اسي عبر الوسي وذي ازاقي الى زفوك يا لوسي بكل حثاوة واتوا بجمعه من جبال صفوفا واتت كلابك والكلاب وفية كبات كلبك في حناك أليفة كبات يرفل في نعيم سابر يقتات من أشهر الطعام صنوفا خطر جن 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 المكانين الخطر الغشوة المتنسرات كبات كلبك في حناك أليفة كبات يرفل في نعيم سابر يقتات من أشهر الطعام صنوفا ألمث يرجسنا في مثل هذا اليوم يا ابنة جونسون زفت أمريكا للملات ألوفا ذلوا في روحا سسوال ما نتفكر الموارد مش أصريت مثلا أمشي قلنا تفكر مين لقى صوت السقا مش هيك وصوت أنا شو أشاطر تعقل به ولكن
مشريك معتدي يلغى المسلمين أبخل قليل لا إله إلا الله سيد الناس هذا ضعف ضعف نورمال جيران دوليز ولكن لا صوت سلبي مسلم الناس كذا تفوق تيقرا لا إله إلا الله الناس قالها خوفا مني من سيفي قالها خوفا من سيفي بمعنى السيف الكبار الناس لا إله الناس شاستر لا إله إلا الله يوم القيامة الله يا رب الله أكيد قال لا إله إلا الله أكثيني وكي أثنى ذي العناية بل كي سقط ذي العناية ربي إنت لا إله إلا الله ذيا الشقق تاع قلبي هل طرت تدير ليس تصور إنسان لي خاطئك ولكن ظرف عشرة ثلاثين يعلم بن أبي طالب يونا كرمك الله ذا كثير ذي المسلم مشرك سيد علي كرم الله وجهه يصوضي في القاع مشاهدنا في الحقيقة بعض الجهات وإن أكرمك الله يسوس في سيد علي يسوس في كيد سوس نيس أضغاني يسرح لا ناس أشي متنغضرة وقد منكرك الله منه صوتك العالي وتغير راسك الهو إن ناس مدام يسوس في يد أخشى أن أقتله انتصارا لنفسي الله شوف كل كان بيه وفي الغالة في الغالة خطر بلك سيغيني شغلي بروفوكيين شغلي في سوسة في أكرمكم الله صافي فينا إلا قد يسديد لله لله كل شيء لله الله رجمعة الخير بعدين في سبيل الله شيء كلام والحمد لله الذي شهد من جرى زرع شو معنى في جهة سبيل النبي صلى الله عليه وسلم يتسك هذه الوصايا وإذا يتصوت بما في داود الخاطئ يقول إلى عبد الله ربيك يعبد صمانية يعني ذي يقول دين هذا نسيم أنصراني إنه لا تقطعوا تقطع الشجرة من طجرة تسعة لم كتب كتب تفسر وتشرح آداب الحرب آداب الحرب معناه الحرب المشروعة سعى الآداب معنى الأدب والآداب والقيم والأخلاق لا تغادر إلا لصلاح الدين أيوب أخصيني سياري أخصيني سياري في ناس طبيعي هو سيزرطي صلاح الدين أيوب صلاح الدين أيوب إشياء طبيعي فكان نيفو إذا ما سيدي أول ديوان دي خارين إناس إشياء طبيعي عادي ويفكيس أشهر الفواكه ساعة 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 وهكذا مع هذه القضية أخرى تماما وطبعا هذا لا يمنع من وجود أخطاء هذه الأخطاء موجودة عادي في كل خطر ماشي شو واحد يركز على الأخطاء ويكبرها في كبير من الحبة قطبة لا طبعا هذا بشر بشر يصيب ويخطئ ولكن الإنسان كيف ننمي التجربة البشرية التنمية البشرية قرر كثيرا ننميها بالبحث عن نقاط القوة وتمتينها والتعريف بها وإلى آخره. توجد بعض المصريين ماذا في هذا الضعف جديد؟ ثم يمدحوه في جد يسطا، ذا بسطا، بعد يسطا، خويل العالم في ماذا يسطا؟ إذا ما يسطا من جد يسطا لأن إلى يسطا آخر، أما إذا هو شبتا ما قلت هو شبتا، يقول بكلمها أو في الباقي طيب إذا التزام أداب الحرب